مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية يتابع باهتمام بالغ عناصر التغيير التي ستطرأ على الفريق الرئاسي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من خلال هذا التقرير. بعد تصديق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، بات واضحاً أن العالم كله بشكل عام والعراق وإيران بشكل خاص يهيئان نفسهما للتعامل مع إدارة جديدة بكل ما ستحمله من عناصر التغيير. وإذا احتكمنا إلى السجل التاريخي لتطور السياسة الخارجية الأمريكية سابقاً، فسنصل إلى نتيجة مفادها أن عناصر التغيير تلك ستميل نوعاً ما إلى الاستمرارية من دون أن تتأثر كثيراً بانتقال السلطة من رئيس وحزب إلى آخر. وقد رأى مركز الروابط للبحوث والدراسات أن العراق ومن بعده سوريا ما زالا يحظيان بأهمية لدى بايدن، وأن عودة المياه إلى مجاريها بين أمريكا وإيران ليست سهلة، وأن الصراع بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي على ملفات في منطقة الشرق الأوسط هو أمر وارد الحدوث. مع المنصب الجديد لبريت ماكورك في إدارة بايدن، وهو مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا يكون العراق اهتمامه الوحيد كما كان في السابق، لكن هذا لا يمنعه من زيارته في قادم الأيام، لا سيما أن ماكورك تجمعه علاقات مع برهم صالح رئيس الجمهورية ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، وأن العراق مقبل على انتخابات نيابية حاسمة في حزيران القادم ستحدد نتائجها بشكل كبير مستقبل البلاد. أما المسؤول الحالي عن ملف العراق وهو السفير الأمريكي ماثيو تولر، فهو من الشخصيات السياسية الواقعية، وإن كان محسوبا على الجناح الحمائمي في الدبلوماسية الأمريكية، لكن ذلك لا يمنع أن يتحول إلى سفير حربي إذا استدعت المصلحة الأمريكية ذلك. وتولر قريب من انتهاء خدمته الدبلوماسية في العراق، ويبدو أن ديفيد هيل سيكون خلفه في المنصب، وهو من الشخصيات الدبلوماسية المرموقة في وزارة الخارجية الأمريكية. جوي هود وهو شخصية الدبلوماسية الثالثة التي من المقرر أن تكون ضمن فريق جو بايدن، وهو مساعد وكيل وزير الخارجية ومسؤول عن ملف في العراق في تلك الوزارة، عمل كدبلوماسيا في العراق في السابق، حيث كان نائبا للسفير الأمريكي في بغداد وقائما للأعمال فيه لفترة قصيرة. ويتضح مما تقدم أن تلك التعيينات المرتقبة تدفع الولايات المتحدة باتجاه العمل لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وذلك بكل الوسائل المتاحة، غير أن إسرائيل ودول الخليج وفي مقدمتها السعودية ستقاوم احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الانخراط في الاتفاق النووي مع إيران، وستدفع في اتجاه اعتماد العقوبات القصوى أو شن الحرب عليها. وأمام هذين الخيارين يدرس العراق مواقفه ليتجنب أي نتائج سلبية قد تترتب على ذلك.